أول قصة حب في حياتك يا مجدي الله. وأنت صغير لا اهدي هاني قبل ما يعرفك. اهدي 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 اهدي, 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 اهدي شفتي في الأحلام في الأحلام كنت سايباه. لا وهو مثلا عنده 10 سنين ده صوته صورة بقى ولا أحلامه أمال هو حقق إيه؟ هو شافك فين؟ شافك فين يا مها؟ العقل الباطن. لو سمحت سيبيه عبر بقى عن نفسه بقى حرام عليك بقى. اديني فرصتي اديني فرصتي والله. عبر يا استاذ مجدي. وانت في المدرسه مجدي اكيد لغايه ابتدائي كنا احنا بيبقى دايما معانا ايه ولاد وبنات نخش اعدادي يفصلونا. طب هو عادي الامان طيب عادي احنا نتحاسب من اول ما اتجوزنا. احنا نتحاسب على الاصل احكي بقى. عادي. انا كان عندي قدام البيت كده اللهم اهدي ما تنفعليش. بنت في نفس سني كده في المدرسه حاجه بقى ايه بقى كلاس وحاجات وجايه بالباص بتاع العربيه. اهدي يا ماما ما تنفعليش. كلاس اهدي يخلع يا وحشه. اهدي اهدي وجايه بالباص بقى والمرياله والحاجات واحنا طبعا عيال مقطعين كلنا يعني. حلم بقى الحقيقه ان انا اقعد لها كده بالليل وهي في الدور الرابع انها تفتح الشباك بالليل. خد من ده بقى 10 ساعات عشان تفتح الشباك وانا قاعد. انها تفتح الشباك. طب افتح الشباك بس عشان يمكن مش شباكهم ده احتمال. وهو كان حب من طرف واحد مفيش طرف تاني يعني في الحدوته. ان انت نفسي اقول لها بحبك ومش قادر. ما ينفعش طبعا دي هانم وحاجات وطلعت دكتوره في الاخر وانا دخلت بقى كليه التجاره في الاخر يعني. عمري ما قلت انا بحبك. لكن وانت صغير دي مثلا جاركو دي جاركو في المدرسه مش كان معاك مثلا واحده زميله كنت بتبص لها كانت بتبص لك اللي هو الحب العذري اللي في الاول ده؟ كان دايما عندنا في المدرسه مدرسه عاطف بركات الابتدائيه المشتركه ام 27 قرش ونص. والله بجد ام 27 قرش ونص. مش دي المصاريف؟ اه بقى المصاريف طبعا. النهارده بكام؟ ب 3014 مليون جنيه. لا بس انت عارف يا مجدي يا زمان كان كل المدارس شبه كله شبه بعض كله شبه بعض كل الناس في نفس المدارس بالظبط. ودي الحكومه بس عاملاها مصاريف حاجه رمزيه. النهارده من ساعه ما فتحوا القطاع الخاص في بقى من ابو اتنين في من ابو خمسه وفي من ابو 60,000 من ابو 60,000 وفي من ابو 60,000 دولار فوارق. انا رحت بره لا احكي لك بقى الحته دي بقى. رحت مره مدرسه ما عشان ادخل ابني يعني كي جي 1 يعني وهرجع لك تاني موضوع الحب يعني. فلقيت السكرتيره بتقول لي احنا 11,000 دولار. قلت لها لا انا ادخله طيران مدني احسن. 11,000 دولار في الايه؟ ده في كي جي 1. امال لو طلع مثلا طلع الجامعه يعني مليون مليون يورو بقى. طب والراجل ده لما يتخرج هيعمل ايه يعني؟ ما هو نرجع مرجوع الحب بقى. كان في بنت شعرها اصفر معلش يا مها يا روحي. لا نفس القطعه وعينيها ملونه. اوه لا مش ممكن نفس الملونه. هل لك بلانس مفيش حاجه؟ كتير صحي اشرف شاني ملونه. انا قاعد ساكت. تمشي تمشي الدنيا تمشي توقف الدنيا توقف. ايه ده ايه ده ايه ده المواصلات اللي زحمه دي؟ اطلعي بره اطلعي بره. الدنيا تمشي الحقونا اكيد ابوها كان عسكري مرور. لا حاجه كده يا ارض تهدم عليك قد يعني. أيه. وكل بقى الايه نفر مننا نفر ما هو نفر تلت كده صغير بنكله يعني. اقول ان انت كنت زبله يعني صغير كده وانت صغير. ما تتكسفش يعني ما نعيبش على بعضين. احنا وقفنا دلوقتي انت يا شوفي بقى ايه. طيب. ما تنفعش. واخد بالك كل واحد مننا عايز يقول جمله يعني. يا ولا يا جميل يعني اي حاجه يعني. وهي حاجات كده ايه بديه دي يا ستينا مفيش حاجه. خد من ده بقى لحد ما ايه يعني جت فرصه كده انت تقول لها انا بحبك. كلت حته قلم يا اشرف. وما تفهمش القلم ده جه منين. واخد بالك ترخ لقيت الاستاذ فكري بتاع زمان حكيت لك عليه.